أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها رفض الحكومة التمديد للجنة الخبراء الدوليين المعنيين بالتحقيق في الانتهاكات باليمن. أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر رفض الحكومة اليمنية التمديد لمجموعة الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان، وجدد الدعوة لدعم الآليات الوطنية اليمنية ممثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هناك أطرافا دولية تتجه لتوسيع دور مجموعة الخبراء التي لا تعترف بها الحكومة اليمنية. على السياق ذاته، صوت مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد فريق الخبراء الدوليين في اليمن، ووافقت 22 دولة لصالح التمديد، بينما رفضته 12 دولة وامتنعت عن التصويت 11 دولة. في ظل هذا الردح المتبادل بين الحكومة اليمنية كطرف وبين الوكالات والهيئات الدولية، فإن ثمة أسئلة تثار حول أسباب إصرار أطراف دولية على استمرار اللجنة الأممية لعملها في اليمن مقابل إصرار الحكومة على رفضها وعدم الاعتراف بها، لأسباب لعل أبرزها تجاهل جرائم وانتهاكات حوثية جسيمة تأتي زراعة الألغام في مقدمتها. نناقش ذلك مع ضيوفنا ولكن بعد هذا التقرير. أعلنت الحكومة اليمنية رفضها التمديد لفريق الخبراء الأمميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان، متهمة جهات لم تسمها بتسييس الملف الحقوقي في اليمن. وبررت الرفض لقرار التمديد كون مخرجات تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان تجانب معايير المهنية والنزاهة والحياد، إضافة لكونها تغض الطرف عن انتهاكات ميليشيا الحوثي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كون الآليات الوطنية ليست إلا أدوات تكميلية ولا يمكن أن تكون بديلة عما تقوم به اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وزير حقوق الإنسان محمد عسكر جدد من جهته دعوته لهيئات الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس حقوق الإنسان والمفوضية العليا، إلى مساعدة اللجنة الوطنية اليمنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها. وقال عسكر في كلمته خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن الحكومة اليمنية أرسلت عدداً من التقارير الحقوقية، وكذلك أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق 7 تقارير حول ما أنجزته من أعمال، وجميع هذه التقارير لم تلقى الاهتمام من قبل مكتب المفوضية ولم تشر إليها بالشكل المطلوب لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، داعيا لإتاحة مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها دون الحاجة إلى آليات أخرى لا تلقى الاستجابة وتكلف مبالغ طائلة من ميزانية المفوضية. مراقبون يرون أن الملف الحقوقي في اليمن ليس إلا محور مناورة تستخدمه أطراف دولية للابتزاز السياسي، بينما على الأرض تتضاعف الانتهاكات في كل المناطق بما فيها تلك التي تحت سيطرة الشرعية. لنقاش أوسع ينضم إلينا من فيينا توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. أهلا بك معنا سيد توفيق. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم. نعم، إذا هل تعتقد أن عمل لجنة الخبراء الدوليين يسير وفق الآلية المتبعة في الرصد والتوثيق؟ وما الذي قدمه أو ما الذي قدمته هذه اللجنة يجعلكم تؤيدون قرار التمديد لها؟ في حقيقة الأمر منهجية تقرير أو عمل لجنة الخبراء البارزين واضحة من خلال لأي شخص يطلع على التقرير، هي وضحت في بدايتها على المنهجية التي تتخذها واتبعتها منهجية الرصد والتوثيق في اليمن، إضافة إلى أن رئيس اللجنة في أحد القنوات وضح ذلك بجلي ووضوح. وأعتقد أنها اليوم هذه اللجنة هي منبثقة عن أعلى هيئة لمراقبة حقوق الإنسان، وهي مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، وهذه المؤسستين غالبة يعني بالتأكيد هي تعمل من خلال رصدها ومن خلال توثيقها على أعلى معايير حقوق الإنسان، وبالتالي
أنا أعتقد أن هذا الأمر غير مشكوك فيه. تبقى الإشكالية اليوم مع هذه اللجنة هي إشكالية سياسية بالدرجة الأولى. الحكومة اليمنية والشرعية والتحالف العربي أي يعني تعاملوا بإيجابية مع هذه اللجنة في السنة الأولى، وعندما صدر التقرير شكل صدمة حقيقية لأنه تضمن قائمة سرية بعدد من منتهكي حقوق الإنسان من الأطراف جميعا الذي هو جماعة الحوثي والحكومة الشرعية والإمارات العربية المتحدة والسعودية والمملكة العربية السعودية، وهاتين الدولتين بالذات بالدرجة الأساسية هما التي كانتا متضررتين وهاجمتا التقرير بصورة كبيرة جدا ووضعت الحكومة الشرعية في الواجهة. نحن حقيقة اليوم نؤيد تقرير أو عمل لجنة الخبراء البارزين، أولا لأنها تعمل بحيادية تامة وباستقلالية بعيدة عن استقلالية مالية واستقلالية إدارية بالدرجة الأولى. أثبت تقريرها الأول والثاني بأنها تعاملت مع كل الأطراف ومنتهكي حقوق الإنسان في اليمن على قدم وساق. هناك إشكاليات أو قصور في بعض القضايا تداركتها في التقرير الثاني، وأعتقد في التقرير الثالث سيتم تدارك كل هذا الأمر، وبالتالي لا توجد اليوم آليات حقيقية لإنصاف الضحايا في اليمن. حتى اللجنة الوطنية لإدعاءات حقوق الإنسان برغم احترامنا لعملها، لكن في النهاية هي مشكلة من الحكومة الشرعية، تمويلها أيضا ربما يأتي من التحالف. الأمر الأهم إلى أنها تفتقد لآليات محاسبة واضحة بحسب كثير من التصريحات لأعضاء اللجان، وحيلت كثير من الملفات للرئيس عبد الرب منصور هادي وإلى حد الآن لم يحل للنائب العام، هنالك قصور في الآليات القضائية. وبالتالي نحن نعتقد بأن هذه الآلية اليوم الموجودة هي أفضل الآليات التي يمكن أن تردع منتهكي حقوق الإنسان وأن تنتصف للضحايا في اليمن، إذا ما ذهبت أيضا خطوة متقدمة نحو المساءلة الجادة. تفضل بالبقاء معي سيد توفيق. أرحب بضيفي من جنيف وليد الأبارة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة حقوق الإنسان ومدير وحدة البحوث والدراسات فيها. أهلا بك معنا سيد وليد. إذا سيد توفيق ذكر بأن هذه الآلية المتبعة من قبل لجنة الخبراء الدوليين هي أفضل آلية متاحة حتى الآن، لكن الحكومة ترفض عمل هذه اللجنة، لماذا؟ مساء الخير لك ولضيفك العزيز ولكل السادة المشاهدين. أولا في البدء أود أن أذكر بأن الأساس القانوني الذي تم إنشاءه أو إنشاء فريق الخبراء استند على معلومات مضللة من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في حينها أو المنسق الشؤون الإنسانية ماغل دريك، وتم الاعتراض في حينه لأن هذا القرار كان هناك لقاءات تشاورية بين اللجنة العربية وأيضا الأوروبيين، ولم يتم التوصل إلى قرار موحد بالشأن اليمن، مما أضطر المجموعة العربية إلى تقديم قرار عربي يدعم الآليات الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية. مقابل أيضا تقدم الغربيين بقرار تحت البند الثاني يمدد لفريق الخبراء الدوليين. هذا الفريق أو هذا القرار يسيء إلى اليمن بشكل كبير جدا ويهدد سيادة اليمن على قضائها وآلياتها التشريعية وآلياتها القانونية، بالإضافة إلى الآليات الجنائية مستقبلا، وبالإضافة إلى أن هذا الفريق بدرجة رئيسية اتهم في سياق تقريره الأول رأس الدولة أي فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه وأيضا رئيس الأركان القائم بأعمال وزير الدفاع حينها الفريق المقدشي، بالإضافة إلى سلسلة طويلة من حتى تضمن وزراء مدنيين في الحكومة، وبالتالي كيف يمكن التعامل والتعاون مع فريق مسيس انتهك بشكل واضح الولاية الممنوحة له من قبل مجلس حقوق الإنسان في القرار 3631 وأساء لرأس الشرعية وللحكومة اليمنية، بالإضافة إلى أنه شكك
بنزاهة واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي كان لزاما أن تدافع الحكومة على قرارها السياسي، وهو أمر مفروغ منه. بالإضافة نعم سيد وليد، هذا التقرير الأخير للجنة الخبراء الدوليين تضمن أدلة تدين التحالف بانتهاكات جسيمة، أيضا أكدت هذه اللجنة على أن عملها يقوم على ألا يفلت المنتهكون من العقاب. جاء بعدها تصريحات للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي، أيضا رفض هذا التقرير وأيضا اتهمه بأنه تحدث فيه الكثير من المغالطات. هل يمكن القول أن موقف الحكومة الشرعية قائم بالأساس على موقف التحالف؟ أولا أود أن أكمل كلامي، هناك مشروعان لقرار. إذا على سبيل المثال إذا كانت الحكومة اليمنية وافقت على القرار الأوروبي تحت البند الثاني، فهذا كان سيسقط مباشرة وفق الآلية المتبعة في المجلس القرار العربي تحت البند العاشر، وبالتالي لم يكن هناك خيار أمام الحكومة اليمنية إلا التمسك بسيادتها وأيضا دعم الآليات الوطنية للتحقيق في الانتهاكات. في المجمل هذا موضوع سيادة أكثر من أي شيء آخر. فيما يتعلق، وعلى الرغم من أن الحكومة أبدت تفاهما كبيرا لما يطرح فيما يتعلق موضوع الحماية وأيضا المساءلة وجبر الضرر، ونحن مستعدون على أن نعمل سواء فيما يتعلق بالآليات الوطنية الداخلية أو فيما يتعلق بالتعاون وفق الآليات الدولية والمرتبطة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لتحقيق المساءلة. لكن الأوروبيين كما نعلم هو مجلس مسيس، والدول التي تتخذ مثل هذه القرارات هي تتخذ هذه القرارات وفقا لمصالحها وليس انحيازا للضحايا. موقف الحكومة اليمنية ينبع من استشعارها مسؤولية الدفاع عن سيادتها أولا، وهذا وفق القانون الدولي ووفق اتفاقيات الأمم المتحدة. بالإضافة إلى أنه في حال تم تمرير القرار سنكون عاجزين في المستقبل سواء هذه الحكومة أو الحكومة المستقبلية عن محاكمة الحوثيين المتورطين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام قضاءنا الوطني وأمام آلياتنا الوطنية للتحقيق، وسيصعب بشكل كبير جدا إنصاف الضحايا وأيضا إيجاد آلية إنصاف جنائية وتعويضية في المستقبل لضحايا الحرب. لذا الحكومة بشكل طبيعي انحازت لسيادتها. فيما يتعلق بتصريح الأخ توفيق، وأنا هنا حينما يتهم اللجنة الوطنية بأنها مولى من التحالف، ما نعرفه جيدا هو إذا أردنا أن نعرف توجه المنظمات العاملة في المجال الحقوقي فعلينا أن نبحث عن موليها فيما يتعلق باللجنة. أؤكد مرة أخرى بأن اللجنة مدعومة من تستلم بشكل مرتباتها من موارد الشعب اليمني وإن كانت ضئيلة، لكنها تستلم مواردها بشكل مستقل من موارد الشعب اليمني، ويستطيع أي كائن يبحث عن الحقيقة أن يتأكد على أن اللجنة الوطنية لا تستلم أي موازنة من خارج البنك المركزي للجمهورية اليمنية. نعم تفضل بالبقاء معي سيد وليد. أعود إليك سيد توفيق. إذن سيد وليد ذكر بأن مجلس حقوق الإنسان هو عبارة عن مجلس مسيس، إلى مدى برأيك ذلك القول صحيح، ولماذا تذهب الحكومة إليه إذا كان مسيس؟ لا، مع احترامي لما ساقه الأخ وليد، لكن يبدو أن اعتراض الحكومة الشرعية هو ليس اعتراضا حول منهجية أو عالية عمل اللجنة، ليس اعتراضا على أيضا تقرير اللجنة، هو اعتراض من أجل ذاتها من أجل مسؤوليها. وأنا لا أدري أي لجنة ستحقق ثم سوف يعني بشروط مسبقة يعني تقوم بعملية التحقيق، بس بشرط ألا تطال فلان من الناس أو تطال فلان من الناس. الإشكالية الكبيرة أن الاعتراض الحاد من الحكومة الشرعية ظهر وبرز بكل وضوح بعد القائمة السرية التي تضمن
مجموعة من منتهكي حقوق الإنسان من كافة الأطراف، من المملكة العربية السعودية، من التحالف، من الحوثيين. الحكومة لم التقرير لم يتهم الرئيس ولا نائب الرئيس ولا غير ذلك، هو تحدث عن مسؤولية افتراضية، بمعنى أي رئيس جمهورية هو مسؤول افتراضي عن أي انتهاكات. هو تحدث عن محمد بن زايد، تحدث عن محمد بن سلمان، تحدث عن عبد الملك الحوثي بحكم أنهم زعماء للأطراف الأربعة الموجودة في اليمن، لكن القائمة السرية التي تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان لم يطلع عليها أحد، لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي نحن ما زلنا نؤكد بأن الآليات الوطنية فيها قصور واضح. حتى القضاء اليمني من الناحية الفنية لا يمكن أن يفي بمتطلبات العدالة الجنائية لمنتهكي حقوق الإنسان. اليمنيون يعانون منذ ثورة 11 من فبراير، ولدينا تجربة واضحة في مؤتمر الحوار، عجز اليمنيين عن الذهاب إلى عدالة انتقالية أو صياغة قانون، وإلى اليوم وانتهاكات حقوق الإنسان من عام 2018 إلى اليوم لم يتم البت فيها، لم يتم الإنصاف الضحايا، لم يتم إحالة أي من منتهكي حقوق الإنسان إلى القضاء اليمني. والأمر واضح، نحن اليوم لدينا معتقلين ما زالوا على ذمة قضايا عام 2011 إلى اليوم. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن آلية مدعومة من المجتمع الدولي، وهي الآلية المتاحة اليوم. لا يستطيع أحد أن يشكك في المعلومات، في الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير من كافة الانتهاكات، سواء التي ارتكبتها جماعة الحوثي بالقصف العشوائي، الألغام، تجنيد الأطفال، والتي ارتكبتها الإمارات في اليمن من خلال السجون، من خلال التعذيب والطيران الذي من قبل المملكة العربية السعودية، وانتهاكات أيضا مورست من قبل الحكومة الشرعية في بعض مناطقها سواء في تعز أو في مأرب. اليوم الإشكالية الحكومة الشرعية تريد أن تنتصر، لأن فلان من مسؤوليها ولا فلان من... نحن اليوم نتحدث عن حقوق الضحايا، من سينصف الضحايا؟ ولذلك سنظل نحن ننتصر للضحايا بغض النظر عن عن هذه الآلية، ما دامت سوف تحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وما دام أي شخص ارتكب حقوق الإنسان. أعتذر لمقاطعتك لضيق وقت هذه الحلقة سيد توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. أعود إليك سيد وليد، برأيك ما الذي يجعل دول عربية مطلعة على انتهاكات الحوثيين تؤيد قرار التمديد للجنة الخبراء الدوليين، وأيضا لماذا لا يتم دعم اللجنة الوطنية والأخذ بعملها؟ ممكن تعيد السؤال من فضلك؟ نعم، كنت قد سألتك عن لماذا هناك دول عربية مطلعة على انتهاكات الحوثيين تؤيد التمديد للجنة الخبراء التي تتهمونها أنتم بغض الطرف عن انتهاكات الميليشيا، وأيضا لماذا لا يتم دعم عمل اللجنة الوطنية والأخذ بهذا العمل؟ هناك دولة واحدة فقط صوتت لصالح قرار التمديد، هذه الدولة أعتذر عن التعليق في هذا الشأن. وهناك أيضا تونس امتنعت عن التصويت ولم تصوت مع القرار، لكنني أحاول أن أقدم معلومة. في العام الماضي صوت 8 ضد هذا القرار من الدول، 8 أعضاء في المجلس ضد هذا القرار. في هذا التصويت ارتفع العدد إلى 12، أي بمعدل نصف المصوتين في العام الأول. كانت الدعوة لكل الدول التي تدافع عن سيادتها، وهذه الدعوة كانت موجهة لكل دول العالم، وقد استجابت 4 دول من الدول الأعضاء ضمن المجلس المكونة من إجمالي 47 دولة في المجلس. وبالتالي نعتقد على أنه في المرة القادمة بأنه سيكون هناك صحوة حقيقية، ولا أعتقد أن الدول التي ستساهم في انتهاك السيادة اليمنية ستقدم نفسها ضحية وقربانا لاقتحام سيادتها في المستقبل. على الأقل كان هناك تجارب كثيرة جدا فيما يتعلق في هذا المجال. البعض يستخدم حقوق الإنسان لانتهاك سياسة الدول وفرض أجندة خارجية يتم من خلالها التحكم بالمسارات السياسية والاقتصادية وحتى أيضا الاجتماعية في بلد ما، من أجل إخضاعه لمصالح الدول النافذة داخل النظام الدولي. وبالتالي نحن نود أن نضمن حقوق مواطنينا، وأنه في ذات الوقت
نعمل على حفظ كل المدنيين في هذه الحرب وبناء ذاكرة وطنية مستقلة تحفظ حقوق المواطنين، وأيضا تقديم الجناح. صحيح أن وضع الحكومة حاليا لا يسمح بالسيطرة على كامل السيادة في التراب الوطني، وأيضا تقديم كل الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد كافة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، لكننا تقوم اللجنة وزارة حقوق الإنسان بتوفيق وأيضا برصد والتحقيق مع هذه القضايا. وغدا سيكون هناك لا شك بأن اليمن جمهورية ودولة دولة منذ 5000 عام وتستطيع أن تقف على قدميها، ويستطيع قضاءها الوطني أن يقدم كل هؤلاء القتلة والمجرمين للعقاب، وسيتم جبر ضرر الضحايا وتعويضهم تعويضا عادلا، لأن جبر الضرر والعدالة الانتقالية مرتبطة بشكل رئيسي السلام. لا يمكن أيضا بناء دولة ولا يمكن أيضا إيقاف الحرب إلا إذا كان هناك عدالة تنصف الضحايا وتجبر ضررهم، وأيضا آلية تقوم على عدم إفلات الذين ارتكبوا هذه الجرائم من العدالة. وبالتالي نحن هنا نتشبث بآخر ما تبقى لدينا وهو سيادتنا الوطنية، سيادتنا على قرارنا القضائي، سيادتنا على قرارنا المتحدث الإعلامي باسم وزارة حقوق الإنسان. أعتذر عن مقاطعتك أيضا لضيق الوقت. ينضم إلينا من جنيف الصحفي والناشط الحقوقي بشير الحارثي. أهلا بك معنا سيد بشير. بداية، كيف كانت أجواء جلسات مجلس حقوق الإنسان وكيف تقيم أداء الحكومة الشرعية؟ مساء الخير عليكم جميعا وعلى متابعين قناة بلقيس. بالتأكيد نحن اليوم اختتمت دورة حقوق الإنسان 42، وكان الملف اليمني من ضمن الملفات الحاضرة بقوة في الجلسات. ربما تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع بخصوص حضور الحكومة الشرعية وأدائها، وهي تتسم دائما ليس بالشكل المطلوب والمأمول الذي يرجى من الشرعية أن تتحرك في هذا الملف الحقوقي الهام، خاصة وهناك انتهاكات تمارس ضد المدنيين اليمنيين من جميع الأطراف، لا سيما ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تمارس الانتهاك بشكل يومي، إضافة إلى الانتهاكات الأخرى بالمحافظات الأخرى. وكان هناك إجماع كبير من قبل المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين، على تمديد لفريق الخبراء الدوليين، وكان أيضا اليوم تصويت بالإجماع للجنة الخبراء. لكن إن سمحتي لي حاب أن أعلق على نقطة مهمة ذكرها الأخ وليد، وتحدث عن بعض الدول التي صوتت لفريق الخبراء وقال أن هذا ربما سيكتوون بنار يعني تدخل في السيادة لدولهم في المستقبل إذا وافقوا على ذلك. وعند سؤال وليد، أي سيادة يعني ينتظرها وليد أن تعود لليمنيين؟ هل بقيادة الإمارات التي قامت بقصف الجيش الوطني؟ هل بقيادة الإمارات التي تمارس الانتهاكات في المحافظة الجنوبية وفتح السجون في عدن وفي المكلا وفي أبين وتصفية الناس ميدانيا؟ عن أي سيادة يعني ينتظرها الأستاذ وليد من دولة في التحالف وهي الإمارات العربية المتحدة؟ وهذه نقطة في غاية الأهمية. نعم. نعم بشير، تحدث وزير حقوق الإنسان على أن المجموعة العربية تعمل ضمن آليات معينة تهدف لدعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بينما على يبدو أن هناك رفض أو عدم اقتناع بهذه اللجنة، لماذا برأيك؟ نعم، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان لا شك أنها قامت بدور كبير جدا، وأشاد فيها الجميع حقيقة في مجلس حقوق الإنسان والدور الذي قامت به بالتوثيق للانتهاكات في معظم الأماكن في اليمن. لكن هناك نقطة يعني ربما يضع واحد عليها علامة استفهام من قبل المجتمع الدولي، لماذا ترفض الحكومة الشرعية لفريق الخبراء التحقيق إذا كانت واثقة بأنها لا ترتكب أي انتهاكات؟ وأنا هنا يعني أضم صوتي إلى الكثير الذين أيدوا فريق الخبراء، ليس من أجل فريق الخبراء أن يعمل بصورة منفردة وضد ما تقوم بها اللجنة الوطنية، ولكن لأن الانتهاكات التي يعني تطال المدنيين في أي مكان يجب أن توثق، وما دام هذا الفريق سيعمل في ظل يعني نظرة توثق كل الانتهاكات، فنحن مع أي منظمة أو أي فريق يزور اليمن ويوثق هذه الانتهاكات، لا سيما أن هناك ربما تحيز أو محاولة غض الطرف عن بعض الانتهاكات التي تمارس في المناطق المحررة وتحت ظل الشرعية. هذه نقطة. النقطة الثانية، ما مصلحة الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن يوقفوا فريق الخبراء للتحقيق؟ إذا استبعدنا يعني باستثناء ضرب الطيران فانتهاكات ميليشيا الحوثي
ربما تمثل 80 إلى 90% من الانتهاكات التي تطال اليمنيين من القتل، من التجنيد، من الألغام، من السجون، من الإخفاء القسري، من التصفيات والعلامة الميدانية، من تجويع الناس. فإذا كان هناك رؤية واضحة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف، فأنا لا أرى يعني أي مبرر لمعارضة فريق الخبراء أن ينزل إلى اليمن وتفتح له الأبواب لكي يحقق كل الانتهاكات التي تطال المدنيين في اليمن. لكن في يعني الرفض ربما لا يصب إلا في مصلحة الحوثي، والآن الحوثي للأسف الشديد أمام المجتمع الدولي يقدم نفسه أنه حمام السلام، وأن كل هذه الانتهاكات التي تحدث في اليمن وسببها التحالف العربي، وأيضا يشددون بصورة مباشرة على الطيران الذي يقصف المدنيين ويقدم للعالم بأنه شعب يظلم ويقصف، بينما يعني صحيح أن هذه الانتهاكات تمارسها طيران التحالف ونحن ندينها ونحن نوثقها ونحن ننقلها للعالم، لكن أيضا ميليشيا الحوثي هي السبب في الخراب والدمار اللي حاصل في اليمن. ميليشيا الحوثي هي سبب كل الانتهاكات التي تحصل الآن في البلد، وهي من ترتكب شتى أنواع الانتهاكات. ولكن بهذه الصورة للأسف الشديد التحالف والشرعية وزارة حقوق الإنسان تقدم الحوثيين وكأنهم يعني بريئين من كل هذه الجرائم التي تطال المدنيين، وأن السبب المشاكل وكل الانتهاكات هي بسبب الحكومة الشرعية، حتى وإن كان هناك بعض الاعتراف من بعض الانتهاكات يعني التي يتحدثون عنها من هم يعملون في صف ميليشيا الحوثي. وهناك للأسف الشديد منظمات كبيرة تثق بالمنظمات العاملة في صف ميليشيا الحوثي وتستقي المعلومات منها وعلى رأسها فريق الخبراء. نعم سيد بشير، البعض اتهم هذه اللجنة الخبراء، الحكومة اتهمتها بأنها تأخذ يعني مصادرها أو معلوماتها من مصادر غير موثوقة، كيف لك يعني كيف يمكن فهم فكرة تأييدك لهذه اللجنة؟ نعم. رغم الاتهامات الموجهة إليها، وأيضا الحكومة اتهمتها بالانحياز لميليشيا الحوثي وعدم أو التخفيف من الجرائم والانتهاكات. نعم. التي ارتكبتها. نعم حقيقة أنا حضرت الجلسة الأولى التي قدم فيها فريق الخبراء ما قام به من توثيق للجرائم، وكان يعني مقارنة بالتقرير الأول في العام الماضي كان هذا التقرير ربما إلى حد كبير ذكر بعض الانتهاكات الأساسية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، مثل السجون، مثل الألغام، مثل الاستهداف المدنيين في بعض المناطق، لكنها ليست بالشكل المطلوب. ولكن فريق الخبراء يوعز عدم يعني الوصول وتوثيق الجرائم بأن السبب الرئيسي هي الحكومة الشرعية التي رفضت رفضا قاطعا التعامل مع فريق الخبراء، وعندما أرسلوا رسالة للحكومة الشرعية بالسماح لهم بالنزول الميداني امتنعوا حتى عن الرد ولم يعلقوا على الموضوع ولم يتعاملوا مع فريق الخبراء. ففريق الخبراء بالتأكيد سيذهب إلى الطرف الآخر الذي سيسهل له، ولو كانت حتى تلك المعلومات مخطئة، وعندما ينزل إلى مناطق سيطرة الحوثيين سيتحكمون يعني بالطريقة التي يريدون أن يظهروها للعالم، لن يذهبوا بها إلى الأماكن التي يعني هم يمارسون فيها انتهاكات، ربما يودون إلى أماكن قصف الطيران، إلى بعض الأماكن التي فيها معتقلين وتم الإفراج عنهم، إلى بعض الانتهاكات. ثم من يضمن أيضا للحكومة الشرعية والتحالف أن فريق الخبراء عندما ينزل كل التهم التي توجه ميليشيا الحوثي غير صحيحة، ربما هناك قصف قامت بميليشيا الحوثي وتتهم به. نعم. التحالف العربي وطيران التحالف، فهناك إشكالية كبيرة. أنا نعم. من وجهة نظري كان يجب التعامل بشفافية مع أي فريق ومع أي حقوقيين للبلد لتوثيق نعم. الانتهاكات ويحاسب من يقوم بها. نكتفي بهذا القدر سيد بشير لضيق وقت هذه الحلقة. الصحفي والناشط الحقوقي بشير الحارثي كنت معنا من جنيف. أيضا أشكر ضيوفي وليد الأبارة المتحدث الإعلامي باسم وزارة حقوق الإنسان ومدير وحدة البحوث والدراسات فيها، كنت معي أيضا من جنيف، وتوفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معي لهذه الحلقة ودي عطا كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.